وأيضا مش بس القوة، نحتاج إلى الإدراك وإلى الاستيعاب. بكلمات أبسط هو أن نعيش في البعد الرابع، ندرك أمور روحية عميقة، وهذا الإدراك بيوصلنا إلى المحبة العميقة. بيتكلم عن العمق الروحي أيضا، صلاح حتى يكون عندنا العمق الروحي، ما نكونش سطحيين لكن ناضجين، نصل إلى قامة ملء المسيح. وبيكتمل في هذه الصلاة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. وحتى يزيد أكثر يقول: والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا، له المجد في الكنيسة إلى جميع أجيال دهر الدهور. هذه صلاة بولس، وبعتقد صداها حتى يومنا. منصلي أن رب يمنحك هذه القوة والإدراك الروحي والعمق الروحي والملء الروحي المتكامل في معرفة الله ومحبة الله العميقة جدا. الرب يباركك.